ضيف ملفنا الأول من حيفا وهو السيد عصام مخول مدير مركز إيميل توما للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية. أهلا بك معنا سيد عصام. بعد أشهر من هذه الحرب عاد القتال على خان يونس وكأن القتال بدأ للتو. الغريب أن ذلك يأتي بالتزامن مع حديث كثير عن قرب التوصل إلى صفقة، وهذه المرة يعني القرب حقيقي. هل هناك رابط بين الأمرين في رأيك؟ مساء الخير. يجب أن ننتبه إلى التصريح الذي أطلقه نتنياهو وهو يغادر إسرائيل إلى واشنطن. نعم. هو تحدث إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين وقال إن الظروف آخذة في النضوج من أجل إجراء صفقة لتبادل الأسرى. ونتنياهو بالنسبة له نضوج الظروف هو يعني خلق هذه الصورة من تعميق العدوان على الشعب الفلسطيني، تعميق جرائم الحرب والإبادة والجرائم بحق البشرية التي ترتكب مرة في رفح، الآن في خان يونس، بالأمس في حي السلطان وما إلى ذلك. نعم. ويجب أن ننتبه إلى قضية أساسية، وأنا يعني كنت أشرت لها في مقابلات عديدة في الماضي. تفضل. الإبادة، هذا القتل الإجرامي، هذه الجرائم الحرب التي ترتكب بحق الفلسطينيين من نساء وأطفال وشيوخ، هي ليست ظاهرة مرافقة للحرب وإنما هي جزء من أهداف الحرب. أنا أدعي أن إسرائيل ترتكب هذه المجازر لأن هذه المجازر هي هدف أساسي من أهداف الحرب. يعني استمعنا قبل يومين إلى الوزير ديختر وهو كان في الماضي نائب رئيس الشباك. نعم. يقول إن الهدف، المعركة، هي على ألا تكون غزة التي نعرفها قائمة بعد الآن، على ألا تكون غزة التي يعرفها أهلها ويعرفها الشعب الفلسطيني وسكان غزة كما عرفوها حتى الآن. هناك الهدف الرئيسي هو ليس أمني في تقديري، ويكذب نتنياهو عندما يدعي أنه يأتي لاجتثاث حماس، لأنه بشهادة القادة العسكريين الإسرائيليين يقولون له لا يمكن اجتثاث حماس أو المقاومة أو فصائل المقاومة الأخرى من قطاع غزة. ولذلك هناك هدف آخر، هناك هدف لتحويل غزة إلى حالة جديدة غير قابلة للحياة، واعتمادا أو أملا في أن يكون هذه الخلفية المبرر لتهجير سكان غزة الذي لم يتم من خلال الحرب، فسيحاول من خلال الظروف التي يخلقها إلى تحويلها. طيب. إلى هدف يبحث عنه.